حكمتين احفظهما في هذه الحياة الدنيا. وأنت في قمة الغضب لا تتخذ قرار، وأنت في قمة السعادة لا تعطي وعد. إذا نصحتني على انفراد فقد نصحتني، وإذا نصحتني أمام الناس فقد فضحتني. لا تبكي على وسادتك فلن تغير من الأمر شيء، قم وابكي على سجادتك وسيرزقك الله من حيث لا تحتسب. تنفس بلا إله إلا الله، وعاتب نفسك بأستغفر الله، وتألم بيا الله، وتعجب بسبحان الله، واكسر سم عينيك بما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتذكروا بأننا بشر، والبشر دوما خطاؤون، ولكن سيبقى الأمل مغروسا بأرواحنا رغم كل التقصيرات أمام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم الرضا، أليس بعد الرضا إلا الجنة؟ والسلام عليكم.